ترى في اشياء شريتها ما قلت لك عنها. تتذكر هذه حقت الملابس اللي فيها بلاستيك كذا مكشوف، تحط الملابس فيها وفيها، تتذكر؟ بس افتحها تفهم هذا. عرفتها؟ ليه رخيصة هنا؟ رخيصة هنا وفهمت نحتاجها. وهذا حقي أنا ورنوسة، جلو ريسيبي حق تونر، جبت اثنين. وجبت هذا طقم ألف، وجلو ريسيبي كذا عينات من كل شيء. هذا وشو؟ هذا درينك إليفنت بوم، هذا حق رنوسة مرطب شفايف. هذا مارولا أويل وبابل مايسترايزر والعلق حقي. بس وين الملاعق؟ الله، وش بلاستيك ولا قزاز؟ لا ميلانين، هذا ميلانين. و هذه بورسلان، وهذه ستانلي كابس. ها تبغى نفتحها؟ افتح واحد خلينا نشوف. لا لازم نفتح واحد، ناخذ الحين نحط فيه مويات. طيب خلينا نفتح هذا. اقنعت زوجي نشتري ستانلي كابس لأنه هو يحب كذا نحط موية وكوكاكولا وأشياء. فقلت ينوت بدل ما نشتري أشياء اللي من ستاربكس ومن مدري إيش، يعني محلات عادية، خلنا ناخذ ستانلي. Hold on. بس اللون خيالي خيالي. لا أنت قلت حقك الموف شغلان كبير صح؟ شايك؟ حلو مرة حلو. أمازون في دبي جنة. في فرق بين السعودية ودبي. يعني ما توقعت إني بلقى جلو ريسيبي وستانلي وألف وحتى هذا مينيماليست. It's amazing. من زمان أبغى الهايدريتينج مويسترايزر من بابل. Let's do a little bit of unboxing. الباكجينج حقه مرة حلو. أنا صايرة أحب الباكجينج اللي كذا cool، اللي كذا funky شوي. أنا شوف. زوجي زعلان لأنه طلب ملاعق وجبت واحدة مكسورة. شوفوا هذه الأودون سبون. طبعا شوف حبيبي أحسها نحيفة يعني مو.